بسم الله الرحمن الرحيم. حنستكمل الآن محاضرة البلت، وبنشوف هنا إنه البلت مكون من ثلاثة أشياء، في اللي هو الميوكس ميمبرين of the palate، معمول من ميوكس ميمبرين، ومن بلاتين أفونيروسس، ومن muscles. ولو تتذكروا أول ما قلنا describing a soft palate قلنا إنه هو fibromuscular، يعني مش muscle بس، muscle مع fibrous tissue اللي هو البلاتين أفونيروسس. والبلاتين أفونيروسس حقيقي جدا مهم في تركيبة soft palate وفي عمل soft palate، وحنشوف الآن كيف. إذا soft palate عبارة عن muscles، المuscles عليها mucous membrane مهم جدا، زائد البلاتين أفونيروسس يدخل في تكوين soft palate. mucous membrane طبعا هو لأنه هيكون نوعه هنا stratified squamous epithelium covering the upper and lower surfaces of the soft palate. طبعا بيكون فيه كمان مع تحته palatine glands و lymphoid tissue اللي احنا شفناها في الصورة. هذا mucous membrane حق soft palate. بالنسبة للpalatine aponeurosis هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن fibrous sheet ماسكة في the posterior border of the hard palate. احنا قلنا انه هذا السوفت، هذا الهارد، والسوفت بلت ماسك في البوستيريور بوردر اوف ذا هارد بلت. انت هنا بوستيريور وانت هنا انتيريور، صح؟ فحيكون هذا البوستيريور بوردر اوف ذا هارد بلت ماسك في السوفت بلت. بين السوفت بلت وبين الهارد بلت حيكون في البلاتين ابونيوروسس اللي هو معمول بعضله، دحين حنشوفها من هي اللي اسمها تنسوبلاتين. اكسكيوز مي. فهذه هنا حيكون البلاتين أبونيروسس ماسك في posterior border of the hard palate. هو يعتبر expanded tendon of the tensor villi palatini، أو تقدر تقول عليها tensor palati. إذا لو سألتك ما هي العضلة المكونة للبلاتين أبونيروسس العظيم والمهم في شغل soft palate، هتقول لي بدون تردد تنسور بلاتاي. وحنشوف الآن كيف تكون وليه قلنا فلات، لأنه يعتبر الأبونيوروسيس أو تنسور بلاتاي. والأبونيوروسيس في التشريح يعني معناتها فلات تندون. وفي عضلات كثير لما تيجي تعمل إنسيرشن تعمل بأبونيوروسيس أو بفلات تندون، ما هو التندون المبروم العادي حقنا اللي بنشوفه في العضلات حقت الأبر واللور. إيش أهمية البلاتين أبونيوروسس؟ البلاتين أبونيوروسس بيعطي attachment لـ other palatine muscles، يعني الـ other palatine muscles اللي حنتكلم عنها عاملة البلاتين أبونيوروسس ممسك لها، سواء insertion سواء origin. بالإضافة إلى أهمية عظيمة جدا في عمل soft palate، إن هو يا جماعة it provides stability, flexibility and strength to the soft palate. ثلاثة حاجات بيعطيها البلاتين أبونيوروسس للسوفت بلات ما تنساها أبدا: stability, flexibility and strength. كمان في داخله، في داخل السوفت بلات بينقسم، في داخل البلاتين أبونيوروسس بينقسم وبيشيل جواه عضلة اسمها ماسكولاس يوفيلي، ودي اللي بعد كده هتعمل لنا اليوفيلا. Musculus uvuli enclosed within the palatine aponeurosis. إذا لما نعرف أهمية الشيء ندرسه مظبوط. إذا ثالث حاجة في تكوينة السوفت بلت هي المسلز، وهنا عندنا خمسة عضلات في السوفت بلت. واحدة اسمها تنسور بلاتاي اللي هي كونت لنا البلاتين أبونيوروسس، واحدة اسمها ليفيتور بلاتاي، واحدة اسمها بلاتو فارينجيس، واحدة اسمها بلاتو جلوسس، واحدة اسمها ماسكولاس يوفيولي. خمسة عضلات، وكل الخمسة دول جايين من البيز اوف ذا سكال ونازلين للبلت، وهم كلهم بيعملوا الفيريوس موفمنتس اوف ذا سوفت بلت، مسؤولين ومتهمين في عملية الحركة اللي بيقوم بها السوفت بلت. هذه العضلات طبعا احنا ما احنا شايفينها، احنا شايفين سوفت بلت، بس لو شرحنا السوفت بلت هنطلع العضلات منمنمة وصغيرة، وشي جاي من فوق وشي نزل من تحت، بس المتهم الرئيسي
والأساسي في تكوين الصفت بلت هو البلاتين أبونيروسس اللي عملته التنسور بلاتاي ماسلز. وهذه اليوفيولا متدلية من البوستيرير بوردر أوف ذا سوفت بلت. هنا شرح لك العضلات، هنشوف برضو كده هذه الاثنين اللي نازلة دي من تحت اللي هي بلاتوغلوسس وبلاتوغلوسس بلاتوفارينجيس، وعندنا هنا طبعا اللي هي الليفيتر بلاتاي، وفي واحدة اللي هي اسمها تنسور بلاتاي اللي هي دي. فعندك اثنين جايين من فوق واثنين جايين من تحت، هذه الاثنين اللي جايين من فوق اللي هي الليفيتر بلاتاي وتنسور بلاتاي، وهذه الاثنين اللي جايين من تحت، واحدة في النص اللي هي اسمها ماسكولاسيوفيولي اللي هي دي ماسكولاسيوفيولي اللي هي عاملة اليوفيولا وانكلوزد ويذين ذا بلاتاين ابونيروسس. تعال نشوف الحدود حقت السوفت بلت او الباوندريز اوف ذا سوفت بلت. باوندريز اوف ذا سوفت بلت، احنا بنقول اني انا هنا، انا يا جماعة في هذه المنطقة، في هذه المنطقة منطقة السوفت بلت. So the soft palate is bordered superiorly by the respiratory mucosa، وده طبيعي لأن أنت فوق السوفت بلت هيكون النيزل كافيتي والنيزوفارينكس، and inferiorly by the mucosa of the oral cavity، لأنه جاي يفصل ما بين النيزل كافيتي فوق والأورال كافيتي تحت. طيب posteriorly للسوفت بلت هيكون في الستركشر العظيم ده اللي بيمتد من البيز اوف ذا سكال الى السي 6 اللي هو بنسميه فارنس. طيب posterolateral هيجيكي posterolateral، يعني انا اقصد الجوانب، يعني دي هنا posterolateral وهنا posterolateral، فهيجيكي البلاتوغلوسال والبلاتوغلوسال وبلاتوفارينجيال arch or fold، اذا ده يسموه posterolateral. وانتيريورلي امام هذا السوفت بلت، هنا قدامه ايش؟ قدامه على طول connected to hard bullet by palatine aponeurosis. The structure ده هنلاقيه connected to the hard bullet by palatine aponeurosis، يبقى قدامه hard bullet، فوقه النوز، تحته الماوث، وراه الفارنكس، laterally البلاتوغلوسال والبلاتوفارينجيال arch. These are the boundaries of the soft palate. هذه العضلات متشرحة طبعا، متشال الميوكوزا، متشال كل شيء. فبيوريك هذه الماسكولاسيوفيولي هنا، وهذه الليفيتور بيلاي بلاتيناي، تنسور بيلاي بلاتيناي، وعندك طبعا البلاتو فارنجيال والبلاتو جلوسال نازلين من تحت. سلبينجو فارنجيال هذه طبعا من عضلات الفارنكس. تعالوا نشوف العضلات الخمسة الأبطال اللي عاملين لنا الصفرة، اللي هي تنسور بيلاي بلاتيناي، ليفيتور بيلاي بلاتيناي، بلاتو جلوسس، بلاتو فارينجيس، الماسكولاسيوفيلي، خمسة. نبتدي بأول واحدة فيهم اللي هي اسمها تنسور بيلاي بلاتيناي، ولو ما تبغى تقول تنسور بيلاي بلاتيناي عشان اسمها طويل شوية ممكن تقول تنسور بلاتاي، تنسور بلاتاي. وتعالوا نشوف الاسم، نشرح الاسم. تنسور يعني تنشن، يعني العضلة اللي بتعمل تنشن وبتشد البلت، بتشد السوفت بلت، فبيسموها تنسور بلاتاي باللاتيني. وهي سمول تريانجولر ماسل، ماخذة اوريجن من اعلى نقطة في المكان اللي هو بعد كده خلاص ما في احد ما تقدر تاخذ اوريجن منه، وهو البيز اوف ذا سكال، بيز اوف ذا سكال. بالتحديد خارجة من السباين اوف ذا سفينويد، spine of the sphenoid. فين spine of the sphenoid؟ اهي هذه السفينويد بون، وهذه spine of the sphenoid، spine of the sphenoid نازلة من هنا، ونازلة غير spine of the sphenoid، ماخذة من spine of the sphenoid وماخذة من منطقة يسموها scaphoid fossa، ودي موجودة في منطقة الثيروغويد medial thyroid process، على البيز of the medial thyroid process اسمها scaphoid fossa. إذن spine of the sphenoid scaphoid fossa، ولقت كمان cartilaginous part of auditory tube. auditory tube يا جماعة اللي هي stachian tube، ودي لها medial part، لها cartilaginous part ولها bony part.
هذه اللي بيسموها الأوديتوري تيوب، وهي بتفتح على النيزوفارينكس، بتفتح على النيزوفارينكس ولها كارتيليجينس بارت. فلها الكارتيليجينس بارت ده it has medial part and or medial aspect and lateral aspect. في عضلة هتطلع من الميديال aspect of cartilaginous part، وفي عضلة هتطلع من lateral aspect of cartilaginous part. اللي هتطلع من lateral side of cartilaginous part of auditory tube هي tensor palatal. هنشوف بعدين مين اللي هتطلع من medial side of cartilaginous. معنى كده بما ان هي مسكت في cartilaginous part of auditory tube، معناته هيكون لها action على auditory tube او على القناة السمعية. هنشوف ايش هو الاكشن. طيب خرجت العضلة دي من الأوريجين حقها الثلاثة الأماكن دي وراحت نزلت للأسفل. لما نزلت لقت تيريجويد هاميلس، شوفوا ده اللي هو اسمه تيريجويد هاميلس. هي نازلة من هنا، نازلة من السفينويد بروسيس ونازلة من سباينال بوسفينويد وجاية كده، فلقت قدامها تيريجويد هاميلس، راحت لفت عليه، نزلت كده راحت لفت عليه. هي جاية تبغى تروح للفلات، جاية رايحة للبلد، قامت عملت هوكينج. هوكينج يعني لفت حوالين الهاميولس تاع تيريجويد هاميولس، راحت لفت عليه وعملت هوكينج. So tendon hooks around. كلمة هوكينج ما حتسمعوها غير في التنسور بلاتاي، فخلي بالك عشان امسكيو. So tendon hooks around the tirigoid hamulus. ولقى صاحبته اللي جاية من الطرف الثاني، يعني لو هي يمين جاية التندون حق اليسار، فجاية التندون حق التنسور باللاي اليمين مع التندون حق التنسور باللاتاي اليسار، تنسور باللاتاي، وعملوا هوكينج تحت التيريجويد هاميلس بهذه الصورة. فيهن اهو اهو تشوف طالع هنا، سيبك من هذا المنظر، ادي هنا اهي العضلة اهي الصغيرة اخذت اللاترال سايد اوف كارتيليجينس تيوب، كارتيليجينس بارت اوف اللاترال تيوب، وراح تنزل العضلة من اللاترال سايد، نازلة 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 من أماكنها، وأدي هنا التيريجويد ميديال تيريجويد بليد، وأخذت من السكافويد فوسة وراحت متدلية ونازلة. أول ما نزلت لقت قدامها عائق. مين العائق ده؟ هو تيريجويد هاميلس. قالت له أنت مش هتوقفني عن مساري، وراحت نازلة. شايفين الخط الأصفر ده بيوريك مسارها، وراحت عاملة هوكينج. هوكينج يعني لفت من تحتي ورايحة على سقف الحلق. قابلتها صاحبتها نازلة من الجهة دي، اتقابلوا هما الاثنين، فراحوا التندون حقهم صار مفرطح. مفرطح اللي هو الابونيوروسيس، يعني مفروض، مفروض مش تندون عادي مبروم، ده مفروض. لما انفرد راح عمل ايه ابونيوروسيس، اتحدت اليمين في الاتحاد وقوة، فاتحدت التنسور بلاتاي اليمين مع التنسور بلاتاي اليسار، وعملوا التندون المفرطح ده اللي سميناه بلاتاين ابونيوروسيس. اذا بلاتاين ابونيوروسيس ما هو الا نتيجة اتحاد التو تندونز حقت التنسور بلاتاي اليمين واليسار وفرطحوا وعملوا. ده الاساس، ده الصفرة الاساسية اللي لازم تنفرش في الاول، علشان بعد كده عليها اكون عضلات السوفت بلات المتبقية. So بلاتاين ابونيوروسيس is very 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 important and basic structure in the formation of the soft palate. يا جماعة النقطة دي لازم تتفهم مرة كويس. بعد ما كوننا البلاتاين ابونيوروسيس الحمد لله، هنشوف بعد كده بقية العضلات كيف هتتكون وتنبثق من البلاتاين ابونيوروسيس. خلونا نكمل بس التنسور بلاتاي. هذه بيعطيها نيرف تو ميديال تيروغويد. فاكرين النيرف تو ميديال تيروغويد؟ ميديال تيروغويد اذكركم بيها العضله دي one of the muscles of mastication في منطقه الانفراتيمبرال فوسا درسناها. ولما اخذنا النيرف تو ميديال تيروغويد قلنا انه هو جاي من المانديبولار نيرف، نيرف بالتحديد من الترنك of the mandibular division of trigeminal nerve. وقلنا انه هو ده نيرف تو ميديال تيروغويد بيعطي، قلنا لما جينا تكلمنا عن الاوتيك جانجليا قلنا انه اثنين من الموتور نيرف سبلاي للروت اوف اوتيك جانجليا كان النيرف تو ميديال تيروغويد. والنيرف تو ميديال تيروغويد بيعطي اثنين عضلتين اللي هي تنسور تمبلاي اند تنسور بالاتاي، او هنا مكانها التنسور بالاتاي. إذن
المخلصة النهائية إنه nerve to medial pterygoid هو اللي supplying التنسور بلاتاين. هتنسى المعلومة دي؟ إياك تنساها، لأنه كل عضلات البلت متحدة في nerve supply واحد وهو الفرنجيال بلكسس except تنسور بلاتاي اللي ماخذ nerve supply من الميديال pterygoid nerve to medial pterygoid. فخلي بالك من الحتة دي. So the only muscle in the palate not supplied by pharyngeal plexus هي التنسور بلاتاي. تعالوا نشوف الأكشن العظيم حق التنسور بلاتاي. يا جماعة التنسور بلاتاي هي بتمهد وبتسهل الطريق على بقية العضلات في الأكشن حقها. إحنا قلنا التنسس، تنسس يعني تايتن the soft palate، بتخلي soft palate زي الورقة المفرودة المشدودة، زي ورقة السيجارة المفرودة هي بتخليه. فبالتالي لما يصير هو مشدود فيكون سهل انه العضلات تطلعه وسهل انه العضلات تنزله، لكن لو كان طري ومطعج على بعضه كيف حيطلع وينزل ويعمل اكشن حقه؟ اذا الشغله الاساسيه للسوفت بلت تتحكم فيها التنسور بلاتاي بتكوين البلاتاين ابونيوروسيس، وعن طريق الاكشن حق انه تعمل التنشن ده للسوفت بلت بتخليه مشدود ومفرود وحلو فبيقدر يطلع وينزل. So that it assists levator palatine to work more effectively. Levator palatine دي عشان أعرفكم بيها دي اللي حترفع البلت على فوق. فهي عشان تعمل شغلتها دي على البلت على الصف بلت لازم يكون مفروض زي الورقة. مين اللي هتعمل فرد تخليه مفروض زي الورقة ومشدود؟ التنسور بلتاي. فهي بتهيئ البلت تخليه مشدود عشان تشتغل عليه levator palatine صح. كمان بأنها ماسكة في اللاترال اسبكت اوف كارتيليجينوس بارت اوف اوديتوري تيوب، هي بتفتح الاوديتوري تيوب. بنسمي الاوديتوري تيوب يا تسميها اوديتوري تيوب يا تسميها اوسيكيان تيوب يا تسميها فارينجيو تيمبانيك تيوب زي ما تبغى. هي بتفتحها during السوالوينج اور ياونينج، ياونينج اللي هو التثاؤب. فلما بتفتح الاوديتوري تيوب الاوديتوري تيوب it equalize the pressure حوالين التيمبانيك ميمبرين. هي الاوديتوري تيوب دي ايه؟ طرف منها في النيزو فارنس وطرف منها في حوالين التيمبانيك ميمبرين. فلما تفتح الاوديتوري تيوب بيعمل معادلة للضغط حوالين التيمبانيك ميمبرين، وده very important to prevent damage to tympanic membrane and loss of hearing acuity. عارفين يا جماعة لما نكون في الطيارة وتكون ابنك مسدودة يقول لك أمضغ لبانة، أمضغ لبانة عشان تعمل عملية معادلة البريشر دي عشان تفتح الأوديتوري تيوب، عشان تفتح الأوديتوري تيوب لأنك بعملية البلع حتى او تبلع ريقك، يقول لك امضغ لبانه وابلع ريقك حتى لو ما معك حاجه، حتى لو ما معك مويه ابلع السلايفه تبعك عشان تفتح الاوديتوري تيوب، بالتالي تحرك السوفت بلت وتحرك التنسور بلتاي فتفتح لك الاوديتوري تيوب فتعدل لك البريشر حوالين التيمبانيك ميمبرين فيخف الضغط على اذنك ويروح الالم وسده الاذن هذه تروح. فسبحان الله العظيم على عمل هذه العضلة الصغيرة المنمنمة اللي يمكن ما كنا نعرف انه هو الاكشن حقها بدير خطورة وبدير اهمية على السفت بلت. اذا هذه اول عضلة لازم تدرسها اللي هي التنسور بلتاي، وبعدها يجي بقية العضلة. وطبعا بالنسبة لكم انتم الاسنان البلت من الحاجات اللي مرة مهمة فلازم تندرس بالتفصيل وبالفهم ده. هنكمل في الفيديو الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.